مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله كل يوم تكونوا بخير وعافية يا رب. اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الملوخية. مثل ما شايفين ملوخية شكلها بشهي، ملوخية على الطريقة اللبنانية. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا الملوخية، هيدا الملوخية نقيتها منيح، رجعت غسلتها عدة مرات وصفيتها وعصرتها. كمان عندي 15 حبة ثوم، بدي حط حار الفروج سلقته، كلنا بنعرف نسلق فروج اكيد. نبلش بدق التومات بالبداية، بحط ملح، بنغم التومات منيح، بحط التومات اللي نعمتهم بالطنجرة، بحط كزبرة. عندي انا كزبرة مثلجة، ما في فرق بين الكزبرة الفريش والمثلجة، اللي متوفر عندكم بتستعملوها. زيت نباتي، حطيت حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي، ضيف حوالي ملعقة طعام سمنة. هلا بحطهم على الغاز وبقليهم مع بعض. السمنة بتعطي نكهة كتير كتير طيبة للملوخية. بس قليت الكزبرة والثوم بهيدا الشكل، هلا بضيف الملوخية. بسم الله، نحركهم مع بعض. ما شاء الله ريحة التقلية بتشهي. هيدي الملوخية هلا بقليها حوالي 3 ساعة. بخفف الغاز وبغطي الطنجرة، كل حوالي 5 دقايق برجع بحركة تحريكة خفيفة. بعد مرور حوالي 20 دقيقة مرقة الفروج ما بكبها، بنضيفها للملوخية. هذه المرقة ضيف كمان فوق المرقة شوية ماء، عشان بس تغلي الملوخية رح تنشف شوي المرقة عنا. بحركهم شوي، هلأ بتركهم يغلوا مع بعض. هلأ بالوقت اللي تركنا فيه الملوخية عم تغلي على الغاز، عم بعمل هيدا الرز بنفس الوقت، وكمان راح احط لكم رابط الرز باخر الفيديو. وهلا شو بعمل انا، فصفص الفروج عن العظم. وفي طريقه كمان بنصحكم نصيحه، اوعوا شي مره تجربوا تعملوا ملوخيه بس بصدر الدجاج، ما بتطلع بالمره طيبه. من الافضل تعملوها فروج كامل. بس غلت عنا الملوخيه، هلا بضيف عليها البهارات والملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، مكعب ماجي، ملح، عصير الحامض، عصير الليمون، عصير حامضتين حطينا. بنحركهم شوي، ما راح اضيف هلا الفروج، بس تستوي عنا الملوخية منيح برجع بضيفهم اخر شي حوالي 5 دقايق، عشان يبقى عنا الفروج لونه ابيض وما ياخد لون الخضار تاعون الملوخية. بس غلت عنا الملوخية حوالي نص ساعة، هلا شو بدنا نعمل؟ بنضيف الفروج والحار. راح اضيف الحار مع الفروج عشان الحار عندي كبيس، لو كان فريش بضيفهم لما حطيت الملوخية، مع الملوخية بضيفهم. حط الحار، الحار حسب الرغبة. أنا بحب أعملها بهيدي الطريقة، أنتوا قللوا حار أفضل إذا ما بتحبوا الحار. شايفين شكلها بشهي اسم الله. بدوق المرقة اللي إلها للملوخية، نايس، بدها شوية ملح بس. نضيف شوية ملح، بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض حوالي 5 دقايق. هيدا الملوخية بس غلت عنا، هيدا شكلها النهائي. شايفين الفروج بقي لونه أبيض ومثل الثلج. هلا الملوخيه صارت جاهزه عنا للتقديم.
عملت عجم برز مع شعيرية. هيدا شكل الملوخية النهائي، شايفين منا شكل ما شاء الله بتشهي مع الحر الأحمر، شكلها بشهي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.